نوم. الأول، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي ثبت علميا إن الموبايل له أضرار. الموبايل ليه أضرار على النوم. وجزء من التوصيات بتاعت الأكاديمية الأمريكية بتاعت طب الأطفال، لأنه ثبت بدراسات كتيرة جدا إن استخدام الموبايل بيأثر على النوم بتاع الطفل. هو بيأثر طفل. في المرحلة العمرية اللي هي لغاية 18 سنة، دي أهم مرحلة بتتأثر بالموضوع عن طريقين. أول حاجة إنه بيلخبط الساعة البيولوجية، لأن معظم الناس بتعمل الشاتس والحاجات دي في الفترة اللي المفروض يناموا بيها. زائد إن أنا لما بدل ما بعمل ينام مثلا الساعة 9 10 بينام الساعة 1 2. بالظبط، دي حاجة. الحاجة التانية بقى، ودي أخطر، إن الأجهزة بتطلع حاجة اسمها البلو لايت أو بلو الضوء، لايت. الضوء الأزرق. الضوء الأزرق ده الموجة بتاعته قصيرة وبيأثر على الميلاتونين،